بريتن سبيرس سبيرز كمل يلا اه يلا <يلقى> صح في حدا شو يا مش ارجع كل مرة ما برجع حالي انا هون مظلومة ظلمني بالبيت تعي تعي ايه السكرين هون لما كانت تروح على المرضى خمسة بعيونك خمسة بعيوني أنا شو خصنا مان خمسة بعيون الحاسدين إيه ما أنا بحكي مع الحاسدين فجروا أمها هيك Are you recording <Laborator> هلا عن جد؟ Yes I am but I <ilfi> don't <تسخ> like <wir> this here أوكي في شيء not recording يعني مثلا صحة بابا صحة بابا أنا تعبان متضايق قرفان <applause> يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا <applause> <applause> خليلي صوتك للأسف ما في استعمله يور <applause> <You're> cancelled ما <applause> تذكرني <applause> اخ <applause> طيب <applause> انا <تص اختار موضوع اليوم لانه المره الماضيه انت اخترت موضوع لان المرة الماضية انت اخترت الموضوع كمل وشو صار؟ ما صار شيء اه صح ما صار مصار شو صار؟ شو رايكم بموضوع تدخلات المجتمع وقت ترد على اللي يتدخل فيك ما فهمت السؤال طولي <applause> اه؟ بالك ركزي لو سمحتي حاضر فهمتي عقد شو رايكم بموضوع تدخلات الموسيقى المش... حزينه يا مخرج شو لو سمحت يلا جميل شو رايكم بموضوع تدخلات المجتمع وقت ترد على يلي بتدخل فيك بطريقه وقحه؟ ليه عم تضربنا؟ او اذا <applause> <applause> لا تقرصنا آه يدخل فيك بطريقه وقحه او اذا رديت بطريقه مناسبه ما راح يقتنعوا الناس مم. ما بعرف اذا وصل السؤال بطريقه بتنفهم شو راينا فيهم؟ آه مسأ... عم آه عن جد عم يسالونا نحن راينا اوكي okay. هذا هادا... هيدي هيدي كرام مم. هيدي كرام آه. نسل مربيه. الناس الناس ما راح تشوف غير اللي بدها تشوفه من ليترلي الناس <applause> مربية مزبوط بتعرف على شو ترد وعشو ما ترد وعشو تعطي أهمية وعشو ما تعطي أهمية واللي ما تعطي أهمية شو أنا عم برد على الكومنت مش أكتر شو رأيكم بأنه قربت تخلص السنة؟ الحمد لله هو الحمد لله على كل شيء يعني بتخلص ما بتخلص المهم تخلص الحساسية اللي بخلقتي. بس أنه آه عربة تخلص ما قربت تخلص ما بتعرف اذا السنه الجايه رح نترحم على السنه هاي ولا لا يو نيفر نو كله خير من الله الحمد لله وكتير منا كان في شغلات كتير نفسنا نعملها وانجازات بس بصدفه بكورونا تعركست وصار بدها تاجيل بلا في شيء يعني اوكي عم بحاول افكر شو ممكن من الشغلات اللي سفر مثلا في ناس كان على على مطارح معينه يعني. حفلات اعراس مش مش زواج لانه الزواج يتم آه. وتم <applause> بس لا والله في كتير ناس بعتولي أنه اهاليهم رافضين ورفضوا ورفضا قاطعا أنه يتزوجوا الأهلة أنه يتزوجوا الأولاد أنه بتعرفي أنا أما برو نو أعراس يعني لا تز, تز... <applause> عرسنا كان بجنن فانا أنا لا لا لانه في للاشخاص اللي, اللي للاشخاص اللي عم بيراقبوا عم ياخذوا نوتس هلا مشان أه يقصوا المقاطع خارج سياقها أه أه احكي بسرعه احكي بسرعه <تصفيق> <شاني> <تصفيق> ما تخلي فراغات مشان <applause> يقصوا المقاطع خارج سياقها لا يعني أه أه نحن مع فكري وتطابق مع فكرها عشان هيك اخترتها فكري تطابق مع فكرها عشان هيك اخترتها اللي هو انه اقتصدوا ومصاريكم وفروع على حالكم وما تعملوا عرس بخيل وات ايفر مان وات غايه لا تدرى المهم بابا لما تقدم لي حسان طلب منا طلب انه طلب من حسان طلب انه ما يعمل عرس قلنا له يسعد ربك نحن اصلا ما بنحب الاعراس وما بدنا نعمل عرس ومنفضل مصريات الاعراس نحطها بالمكان الصح روح اعمل خيري وصدقات وسفر وعلى حالنا اه. الحمد لله فا في ناس في ناس القبيله ما قبيله بيبعثوا لي انه حسام وي بليف ان ذيس ايديا انه صار في ناس جداد الحمد لله و... الحمد لله عنا الحمد لله في ناس كثير كثير مقتنعه انه لانه خلص الدين موجود دين الاعراس موجود انه لا يجوز الزواج من غير هيدا وفي ناس تعمل حفله على قدها ونحن عملنا حفله مشاوي بالبيت ففي ناس قال الاهل عم بيقولوا لهم لاولادهم انه لا وكلا مم لازم العرس وما راح تتجوزي لتخلص كورونا، يا طيب يا حبيبي طيب يعني والمساكين مثلا كانوا مجهزين عرسهم أو حفلة زواجهم أو ارتباطهم بشهر أربعة وشهر خمسة وستة وسبعة موسم الأعراس يعني صيفية في ناس جنونلي عن جد جنونلي بيحلموا بالعرس وبيحبوا يعملوا يعني, يعني يعني ما, يعني ما بيشوفوا زواج بلا عرس وانا ما بلومهم يعني هيك الكلتشر وين ما كان فما في اجي انه اقول لهم لا امشوا على على لا. راينا مثل ما نحن دائما بنقول لهم لا امشوا على راينا هالمره ما في اقول لهم يمشوا على راينا بس هالمره عاي. كيف صرت كيف صرت ديمقراطيه مش دكتاتورية ما بتعرف <applause> <قبل الكفر بحر. تصفيق> طيب آه خلينا نكمل السؤال لسه على فكره نحن فتحنا بودكاست كامل ولسه ما كملنا السؤال بس محضرين لا محضرين آه. <applause> بغض النظر على كل شيء تعلم بيني تعلي... على هلا قانونيا بحق اللي الا بز بعرف انا اي لافت اه طيب رجل <تصفيق> 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 You're too loud, man. على فكرة I'm too loud in my ears too I don't know you're torturing yourself there is something wrong with the settings of the speakers على فكرة نحن أكثر ناس بنتشعب بستنين مو عن جد وين شو الموت؟ شو السؤال لسه ما قرينا 25 كلمة لسه كمان في كمان طيب يلا ثاني paragraph بغض النظر لسه هلا يوه قوم بسرعة نط عني تفركش وقع على وجهك كرمال تساعدني بشان واهو واهو انا انت قريب كثير بليز لو سمحت ما بقى ما بقى بليز عن انا عم بتضايق نفسيا يعني عم تخليني نام من 8 بالليل ل 6 الصبح كمان انت تاخده اوكي ماشي أنا ضحكت كمية ضحك باليومين في ميزان حسناتكم كل واحد بعث لنا نكتة حلوة عم ترفع عيني على فكره ما جايكي قبضة يمكن يمكن, يمكن بعدها لا جايكي قبضة عم ترد على قالوا بلينك توايس هي <applause> ما لبست اصفر ليه؟ بريتني سبيرز هاي كمل يلا ها اه يلا صح في حدا شو يا عمري؟ شمعون بر. كفو برو بدي اتنشن 24 7 على 24 7 مش معقول شمعون كفو برو بس استغل المشاهدات الجديده وال والقفز النوعية. <applause> You're really good man. I, والله we will respect. Uh, أول شيء كوالتي ااا uh, كتير حلوة بعدين للproduction quality يعني. production value عالي. Uh, love it. والكلمات uh, ال 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 the flow. <applause> بقى عم نحكي جوبي. عن واحد من حبه واحد كويس كرياتيف منه من اللي. بشي عم نفهم فيه ميوزك. <applause> 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 ما. شامون كفو برو. والله I would love to have you on my podcast. طيب فينا نكمل مخلوقة على فكره انشنت ما <applause> بتعرف الجواب طيب بغض النظر عن كل شيء تعلمناه بهي السنه وشو اخذت منا واعطتنا كوت <applause> بغض النظر عن كل شيء تعلمنا بهاي السنة وشو أخذت منا وعطتنا وأحلامنا اللي تأخرت أو تأجلت لوقت لا يعلمه إلا الله شو ممكن الواحد ينجز من البيت غير القراءة وكورسات مجانية كتير قصص كيف يضل واقف لو سمحتي آه سوري بعتذر يعني <applause> وكيف يضل واقف وما يسمح هون هون مربط الفرس كيف يضل واقف وما يسمح للزعل والظروف تاثر على نفسيته لانه هالوضع عم بمر علينا كلنا صحيح لازم يضل بس في امل آه بس تمر بلحظات بتمر بالواحد لحظات ما بده شيء ما بده شيء شو يعني هيك يعني خلص مل وكل من الحياه، لا يريد شيئا من الحياه دايما المراحل الانتقاليه يعني كلنا هلا عم نمرق بمرحله انتقاليه عالميا بتكون صعبه بالاول تنتاقلم معها لانه بنكون معودين على نمط حياه معينه واخدينه اصلا فور granted يعني ما عم نتشبع منه لانه مش مش عم نحسب حساب انه يروح من ايدينا يوم من الايام وفجاه راح وضعنا وفتنا بالحيطان ونزربنا بالبيوت وما عرفنا شو نعمل قعدنا مع نفسنا لاول مره من كتير زمان اكتشفنا كتير قصص نحن ما عالجناها بنفسنا بعد لانه قشور الحياه عم بت مش كشور الحياة تتراكم عم تتراكم عم, عم تنسينا شوي ال نفسنا يعني فمش مش سهل واحد يقعد مع, مع نفسه. نفسه مع افكاره اتس اتس وموهبه على فكره مني؟ في ناس, they enjoy their own, uh, company. وفي, ناس وفي ناس بتخاف من حالها في ناس بتخاف من حالها من بتخاف يعني اذا ما أنا مشغوله عم تعمل شيء ما فيها تقعد محالة دقيقتين لأنه هاد بياخذها بملعب كومبليتلي مختلف بوجهة نظري المتواضعة العقل سلاح جميل ولكنه بضل سلاح وسلاح بإيد شخص الغير متمرس وغير متمرن وغير متدرب بيأذي فإذا لم تتمكن من استخدام هذا السلاح اور التدرب على استخدام هذا السلاح سلاح راح يأذيك فانا مش عم بقول لك ضلك اشغلي حالك وضلك اقرا وضلك تعلم وضلك انتج وضلك هذا ولكن ضلك مرن نفسك على التفاؤل بالخير ضلك مرن نفسك على الجراتيود ال اووو جراتيتيود واو ايم شوكت لايك شو يعني امتنان الامتنان انك تكون ممتن هي تيجي بالممارسه يعني الو... لو الواحد ب... بشوف النعم اللي... اللي ربنا عطيها بكورونا او بدون كورونا بمرض او بدون مرض نص ب... يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بولد او ما رزقك بولد ما هو الله عطينا من الزليار نعمه ثانية من زليار بس نحن دائما عنا ضيقه ونظرنا محدود نتطلع على اللي انا بدي بس الله ما عطاني الله بيكرهني الي هيك فانه جرحت مش عريرة لا لا ما في منه ما من يعني اهتم بحالك واهتم بي, بي, بي بنفسك ونفسيتك وشوف النعم اللي الله عطيه عليك <متحدث> الله مرزق. ما رزق no بعدين ما تخبطوا تخبطوا اتس فاين ضيعوا هيدي معناتها يور الايف جاد از تراينج تو سند يو سيجنالز ذات to work on yourself عضله اول ما نروح على الجيم مع التمرين اول شيء بتصير توجع وتتخزق بس بتقوى مع الوقت سو so نفس الشيء نحن لما لما الدنيا بتبعث لنا ما بدي اقول مصايب مصاعب وتحديات وهيدا معناتها اشكروا ربكم اول شيء انه هو معبركن لانه الناس اللي الله ما عم يبعث لا مسج زيرو بضلك يعني مثلك مثل الحجره بالحياة. <متلك> فقول الحمد لله على كل شيء وخذها فرصة انك تكتشف اشياء جديدة بحالك، تحسن اشياء بحالك، نحن لنبني مجتمعات صالحة اصلا لازم نبلش بنحن وهيدي منا انانية، لما انت تحب حالك ولما انت تشتغل على نفسك تصير انسان احسن بالمجتمع ما نحنا نقطة بشبكه وهالشبكه كلها متواصل متواصله مع بعض البعض اذا واحد عمل تغيير ايجابي بحاله والثاني والثالث والرابع بصير في تغيير ايجابي عالميا وبتصير الحياه عن جد احسن والمجتمعات متقدمه اكثر وبتقل الاشياء اللي الكل عم بيطالب انه يلغيها من الحياه اعطيتي رايك <applause> انا لا اوافق رايك فيني سبك ولا عن ابو <تصفيق> <تصفيق> ايه ابن عمي اكيد فيك تسبني انت تاج راسي بدك لك طيب انيميز كان هذا مجرد وجهه راي كان معكم حسان الشيخ ونينا عبد الملك بس 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 في نقطه في نقطه يعني صغيره اريد ان اضيفها على هذا الموضوع شعب قرصنا خلص يا عمي حطوا لنا حاجز بيناتنا وين الوول؟ بنولي وول اللي هي اللي هي استهلاك السوشيال ميديا ووجودك على السوشيال ميديا يعني كميه السم اللي موجوده على السوشيال ميديا از ان طبيعه بل. ليه؟ لانه لانه شوف شوف الدراسات النفسانيه كلياتها هذا واحد اثنين ميغان وهاري والله خير ما فعلوا يعني ميغان وهاري شو اسمه يعني تعاون بريطانيا هدول الدوق والدوقه وشو شو لغوا الاكونت هي هي أوه. لغت الاكونت من اربع سنين وكانوا عم يتحدثوا عن خطاب الكراهيه الذي عم بيزداد نموا على الانترنت وقد على النفسيه إيه عم بيزداد نموا على الانترنت وخاصه بالفتره الاخيره ليه؟ لانه لانه بيكون في موجود في كبت الكل الحقيقه تقول انه في كبت هذا الشيء موجود وعلى الكوكب مش بس انتوا عربيين والشرق الاوسط هذول اللي بيحكوا عربيين والشرق الاوسط بعمر امهم ما سافروا بس الكبت العالمي او الضغط العالمي اللي عم بيشكله كورونا والاوضاع الاقتصاديه والبعد عن الطريق الواضح خلينا نسميه بشكل عام عم بيسبب ضغط على هذا الانسان وبضله متلخبط ومتخبط يعني انا لو حاصرك بزاويه انت مش عارفان شو تعمل الغريزه تبعتك والكيك ان فتصرفاتك رح تكون كتير بريمتيف كتير بدائيه والمتنفس الوحيد تبعك وانت قاعد بالبيت هو صندوق شميل. التعليقات الهجوم على اي حدا يعارض فكرك اي حدا ما فهمت كلامه اي حدا قصصت كلام وات ايفر يعني اوكي بتشوف بتشوف كميه من البشر اللي 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 ما يعني ما بتكلف حالها عناء انه تبحث بتشوف كميه من البشر اللي ما بتكلف حالها انه تفكر بتشوف كميه من البشر اللي ما بتكلف حالها انه ما تنشر سم لا حالة لا لو مش معجبها الهيدا بتعطي حالها الانتايتلمنت بتعطي حالها الانتايتلمنت شو يعني انتايتلمنت؟ مسألة الأحقية بتعطي حالها الأحقية إنه إنه اه أنا 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 يعني أنا مضطرة أترك أشغالي وأعمالي والميتين ذاتي مشان أحكي عن موضوع جاب لي فيوزاتي يعني <applause> كثير واضح لا ما بيهمنا الفيوز يعني يعني كثير واضح اللي تابع القناه بيعرف انه انه نحن كثير بيهمنا الفيوز ما شاء الله الحمد لله يعني كثير وفجروا ام الاكل الحمد لله ف اللي اللي بيتابع وبيعرف أه الناس التي تحاول ان تركب اي موجه بتحاول ان تطلع على اي شيء ويلا و و و و عرفنا ولا ما عرفنا قدمنا أم لم نقدم حكينا شيء مفيد ولا مش مفيد بس المهم يعني أنا أحس بأهمية نفسي أني أنا عم بعمل تغيير تغيير شو فأنت لما بدك تحس بأهمية نفسك يجب عليك أن تبني نفسك يجب عليك أنك تعمر حالك يجب عليك أنك تهتم بنفسك وترك دع الخلق للخالق يعني إذا أنت اهتميت ببنائك وما عجب جارك خلي جارك يبني بنيته لحاله No problem. بس انت رح تشوف بنايه جارك، صحيح انه ما عجبتك وشفتها وسمعتها وحسيتها، بس ما فيك تروح كل يوم وتكب حجاره عليها، وتكب زبالتك عندها، عيب، عيب مش اخلاق اي كائن انساني. ناهيك ذكر او انثى، ناهيك ينتمي لحركه يمينيه او يساريه او نصانيه او فؤانية او تحتانيه. انت لازم تتصرف باخلاق شوي اعلى من هيك، يا؟ ف ما بعرف اذا الكاميرا لقطه فوكس اصلا ولا لا انا حاسس انه او انا بدي نظاره اوكي اي ثينك لقطه فوكس على عينك <تصفيق> <تصفيق> الله ينك <applause> كان تفهمه فبشكل عام يا اختي آه خطاب الكراهيه عم بيزيد ووجودنا على السوشيال ميديا شئنا ام ابينا عم بشكل عم بشكل متنفس آه للمعنفين المعنفين انهم انهم يكبوا يعني ما فرق ما فرق كلاب الانترنت وذباب الانترنت عن واحد عم بيعنف زوجته واطفاله بسبب ضغط الكورونا انا مضغوط من مرتي طاخ ضربها او لاي سبب يعني شو مك يعني هذا الشيء هذا الشيء يرفض جمله وتفصيلا من اي انسان واعي انسان انسان يفهم. انسان في فرق بين الانسان انسان في فرق بين الانسان والبشر في نمله ايه في فرق ما بيهم، ما بهم ما بهم بس بس فهذول الاشخاص بدل ما يتنمروا ببيتهم بدل ما ي... 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 يعنفوا اهل بيتهم مع انه يعني نسب التعنيف زادت جدا والارقام عالميا على فكره في المجتمعات التي تحتوي على جمعيات حقوقيه لحمايه الانسان بشكل عام واولا او لا تحتوي على جمعيات لحمايه حقوق الانسان الارقام عالميا زادت ولكن التنمر الالكتروني ارقامه صارت مش بتخوف لا لا يعني تخطينا الكواكب والمجرات انا ايه صحيح ما بضرب بس بطلع على الانترنت بخسم والاذى النفسي أقوى وأعمق وأكثر تدميرا من الأذى الجسدي وبعدين أنا أنادي وأنا شو أنا من ضد العنف وأنا شو من لي هذا الشخص اللي أنا عم بتنمر عليه وعم عنفه لفظيا آه منه قاطع بمرحلة كتير حساسة تنقول ممكن كان على وشك الانتحار وبس شاف هيدي الكومنت لا لا ف... ما لكن ما. فقدنا الحساسية بشكل عام في هذا الكوكب ليه؟ اه عم نفكر اصلا فقدنا الحساسية ليه؟ طبعاً. لأنه ما عاد في أمهات من الأخير ما عاد في ما عاد في أمهات اللي هن ال... المرأة الحنونة المرأة اللي... الراعية اللي بتقول بتقول لا 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 انت هيك كتير قاسي خليني ضمد الجراح خليني خليني ربي ناس مور سنسيتيف بس تربي ناس مور سنسيتيف هل 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 هيدا معنى انه هي جابت هول الناس المور سنسيتيف ولا فيهم يكونوا حيالله ناس مثل مثلا تكون مثل هي معلمه وهن المربي المربي ما له علاقه اللي عم يتكاتر هن افكار اللي عم يتكاتروا بعقول الاطفال مثلا فيها تكون هيك التكاثر فكري نقطه هيك؟ فكري تربوي <applause> <applause> فكري تربوي بحت م. انك انك تكاثر الاخلاق انك انك تنشر مش دائما هي اللي بتخلف صح الوالده هي اللي بتخلف بس الام فيها تكون نيرس عم 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 فيها عم تعتني باطفال الام الأم, صح؟ الام هي 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 او عم تعتني بسينتها اللي بتحبها كثير بدي وجه تحيه لبسينتها اللي بتحبها كثير وللكلب اللي تبنته او لاولاد تبنتهم يعني فيها الام تكون مش هي اللي خلفت ال صح لكي لك لك في كومنت كومنت جميلة جدا. الفهم السطحي للأمور يولد خلاف دائما وأبدا. يعني بشكل عام الفهم السطحي للأمور يولد خلاف. فعشان هيك نرجع للموضوع الأساسي اللي هو كمية اللو أو الهبوط اللي بحس الواحد نفسيا في هذه الفترة أنا بوجهة نظري وهو رأي فقط لا غير لا أنا مستند على نظريات علمية ولا على أرقام ولا شيء على بعض الأرقام بعض المقالات الصحفية التي تطرقت لهذا الموضوع الكونسومشن استهلاك السوشيال ميديا تبعنا اللي هو جدا بريء ما حدا رح يجي يقول انه الكيك اللي عم تاكله سيسبب لك الوفاه أكيد لا بس الكيك اللي عم تاكله سيسبب لك الوفاة مش كيكة كترته فالكيك اللي عم تاكله على الانستغرام وعلى تويتر الكيك اللي عم تبخه وانت لك حرية إبداء الرأي هيك اي السم مثل ما الشف له حرية انه يحط سكر قد ما بده بالكيك نفس السم نفس السم ما هو سم على سم على سم على سم وانا شو بتابع؟ أنا بتابع فاشينيستا، أنا بتابع فاشينيشتاج انا بتابع انا أنا ماني فاشينيستا <تصفيق> <تصفيق> أنا بتابع بتابع مسلسلات وأفلام، أنا بتابع حبيبتي حبيب... كله بيأثر. سم كله, بيأثر. كله سم، ليه؟ لأنه لقطة من هون فيو من هون في 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 دوكيومنتري على منصة من منصات المشاهدة التلفزيونية تلفزيونية ممكن تشاهدوها على الموبايل كمان بدها اشتراك دوكيومنتري عن مواقع التواصل الاجتماعي أوكي يا ما راح نقول اسمه لك فيكم تبحثوا عنه هذا الدوكيومنتري بس بفتح لنا عيوننا نتفة نتفة على موضوع كيف و... كل واحد منا فعليا هو كل واحد منا على هذا الكوكب عنده عالم خاص. عالم يعني عنده رياليتي، واقع كامل خاص. رياليتي خاصة فيك. محاوطينك بحقائق أو مش حقائق، أو مختارات ومنتقات خاصة فيك. تتناسب مع ما يعتقدونه انه مناسب لالك. يا صاحبة أنا حرة. يا أخي الفاضل الذي تقول أنا ملك نفسي. الموضوع كتير أكبر من إنه غنينا غنية ولا مسكنا سناب ومبارح كانوا المشاهدات 100 اليوم وصاروا مية ألف فلازم كمل الركبة على الموجة الموضوع أكبر من هيك بكتير أنا أحترم أحترم كل كائن حي قدم رأيه سواء بشكل محترم أو غير محترم ما أنت بتمثل غير بيتكم والدعوة على من رباك ما بدها يوزر نيم صراحة يعني الواحد بتفرج هيك بيقول لك ونعمة تربية بتفوت بميزان حسنات أبوك وأمك try جربوا هالتجربة هاي اعملوا ديتوكس من السوشيال ميديا لاسبوع واحد فقط اسبوع ليترلي شوفوا كيف اول يومين نسبة الغضب نسبة الغضب والتوتر صحيح انه يعني للاسف يعني هو رح هو تصير كان مثلا نفس الشيء ايه رح, 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 رح يصيروا يعني رح تصيري تشتغلي اكثر وميتينغز واجادك يعطيك الف عافيه وما رح يكون عندك الواجب المجتمعي والتضحيه اللي عم تعمليه على سناب شات وعلى انستغرام اجادك يعطيك الف عافيه بس مم. ضحي انت وفنزاتك ضحي انت وفنزاتك لمده اسبوع اسبوع واحد فقط ابتعد عن كل شيء له علاقه بالسوشال ميديا وشوف اول شيء هل تستطيع؟ ثاني شيء عند عودتك لما ترجع للزفت اللي بإيدك رح تطلع على الموضوع بجانب كتير مختلف كتير حتطلع حتقول واو القضايا اللي كنت آمن فيها ونزل أغاني واتصل برفقاتي ونسجل كليبات ونعمل مظاهرات ونعمل ووو. ما كنت أؤمن به الأسبوع الماضي بس في شيء تحرك في جواتي و, و, و وصرت شايف الموضوع بطريقة تانية الأسبوع الماضي كنت ماسكة شعارات إذا أنت مش معاي يعني أنت عدوتي إذا أنت مش مآمنة بنظريتي والحركة التي أنتمي إلي فأنت عدوتي أنت عدوة كل النساء <applause> لا لا مش صحيح الكلام أبدا غلط ف... ف... بس من أخوكم وعملوا لي بلوك سوشيال ميديا أوفلاين For a week, when I yeah, peace. peace.